Since the uprising of 2011, Libya has been in turmoil. إن ليبيا في أزمة منذ سنة 2011. أصبح هذا النزاع حربا بالوكالة تقوم بها قوى أجنبية بعيدة لا تتأثر بتداعيات الأزمة الليبية. إن الدول الجارة هي التي تعاني من نتائج هذا الوضع: الجريمة المنظمة، الإرهاب، تجارة الأسلحة والأشخاص، وملف اللاجئين. إذن جيران ليبيا هم من لديهم مصلحة في استتباب الأمن والاستقرار في هذا البلد. نثمن مبادرة الجزائر في دعوة جيران ليبيا للاجتماع من أجل تنسيق الجهود لإحلال السلام والاستقرار في هذا البلد. Our efforts for peace and stability in Libya.